سمعتم في الأسبوع الماضي أن الفريقين البرلمان المجلس المستشارين ومجلس النواب كان قد أصدر بيانا يطلبان من السيد الكاتب الأول التراجع عن يعني المرة الأولى التي رفض فيها ترشيح الولاية الثالثة والانسجام مع المؤتمرات التاريخية. المؤتمرات الاتحاد الاشتراكي كتعرف واحد النوع ديال التدافع اما حول الاختيارات الأساسية بحال اللي وقع في المؤتمر الثالث او في الاستثنائي، اما حول التمكن من تقلد المسؤولية على رأس الأجهزة القيادية للحزب. لكن مع تطور النضج والتجربة وتطور المجتمع ايضا وعندنا اليوم قانون تنظيمي الاحزاب اللي تيوضع ضوابط، الان ما كاينش فراغ في هذا المجال، هذا ضوابط نحتكم اليها. هذه الحده بدات كتخفت الان، مما جعلنا كما لاحظتم الان نتوجه نحو المؤتمر بنوع من الثقه في النفس، بنوع من انسجام. القياده اليوم كانت حاضره، الاخوات والاخوه اعضاء المكتب السياسي ارتأوا انهم يتلقوا نساء ورجال الاعلام ويتقاسموا معهم الانشغالات والاجواء ديال التحضير للمؤتمر، وحنا متوجهين للمؤتمر يعني، ولا نعتبر باننا يعني نعيد انتاج ما كان يعرف سابقا او ما طرحه احد الزملاء بالتصدع، بل بالعكس يعني بصدر راح بنتابع كل التفاعلات التي تجري، وكل الأسئلة راه لها سياقاتها وقنواتها التي تحل فيها. هناك ترشيحات متعددة لحد الآن وما زال باب مفتوح، التي أحيط المكتب السياسي علما بها وقرر إحالتها على رئاسة المؤتمر. إذن الأجواء إيجابية في التحضير للمؤتمر 11. أولا كنشكركم على الاهتمام ديالكم بالمؤتمر. البلاغ ديالنا ديال الفريق الاشتراكي، يمكن انا بصفتي اليوم عضو المكتب السياسي وانا كنتكلم ايضا باسم الفريق الاشتراكي اللي صدر بلاغ في الموضوع واللي شرح مزيان شنو الدواعي ديال انهم اليوم تيطلبوا من دريس الجقر انه يتقدم للترشح للكتابه الاولى، لانه سبق له عبر على عدم الترشح. كان مربوط بسياق سياسي مهم، هو ان اليوم المجهودات اللي تبدلت في هذه السنتين الاخيرتين، الفريق الانتخابي كله لاحظ المجهودات اللي تبدلت في الانتخابات، اللي بلا ما نكونوش زعما تنجاوبوا على شي حد، كانت جهات اللي اليوم مرشحه الكتابه الاولى كانت تتوقع بان الفريق الاشتراكي ما غاديش يفوت 10، يعني فريق ما غاديش يكون. فما استسلمت القياده السياسيه، المكتب السياسي ومع الفريق بان كاين واحد العمل دؤوب، ولهذا غادي تتلقى بان الفريق كله الاشتراكي تيعرفوا القياده عن قرب، وبالتالي تيقولوا اليوم الا توقفنا هذا المجهود اللي تبدل كله غادي يرجع له. صحيح اخلاقيا يمكن نبقاو في الورقه التنظيميه اللي كتقول جوج الولايات وما يجيبوش نفوتوها، ولكن اذا كانت مصلحه الحزب تقتضي بان اليوم باش تضاف ولايه ثالثه، كان السؤال هو هذا، نبسطوه اكثر، ما نعيشوش باختناق اللي في نهايه المطاف. حتى الاخوه اللي تيقولوا لا الولايه ثالثه راه عندهم اهداف، لان اللي تيقول لا ولايه ثالثه تيقول انا المرشح اللي خصني نكون بوحدي، لان خصك تحيد المكتب السياسي، لان المكتب السياسي اغلبيتهم عندهم ولايات ثالثه، فبالتالي غادي تكون جهه. فبالتالي الدوافع هي مصلحه الحزب بشكل كبير. الحزب اليوم محتاج القيادة قويه، قياده منسجمه، وهو ما تحقق في الاخير. اليوم حضرتوا الندوه الصحفيه وتيبان لكم بان 26 ديال اعضاء المكتب السياسي كاملين، تحدثوا الاخوه الصحفيين على التصدعات، ما كنظنش كاين تصدع، كاين اراء ديال شخصيات اللي كانت في حزبيه عندها الانتماء ديالها للحزب واللي عبرت على انها بترشح للكتابه الاولى، ولكن الامتداد داخل الحزب وداخل التنظيم اليوم غير موجود. ولهذا انا كنحس بان اليوم جهات كتبحث على مؤتمرين اللي ممكن يكونوا معها، وهو صعيب لان غيكونوا عندك مؤتمرين الا بقيتي داخل الحزب. لا اولا كل واحد هو حر في الراي ديالو، والاختلاف في الراي لا يفسد له الود قضيه، من حق اي واحد يعبر على الاختيارات ديالو ولا الاراء ديالو بالشكل اللي تيبان له تينصفوا، ولكن خص تكون الاخلاق وخص تكون الوضوح وتكون الشفافيه في التعبير عن الـ عن الـ عن الاراء وفي التعبير عن المواقف. لا احد غيب قصرا، حتى شي واحد ما تنجريو عليه من دارو،
واحد خصو يبقى يشتغل داخل البيت ديالو مع في الفروع مع المناضلين والمناضلات ويكون ضمنهم جزء منهم. اعتقد على انه هذا الكلام مردود عليه، وخمس سنوات من الغياب غير مبررة، والغياب عن الحزب أثناء الحملة الانتخابية أمر غير مبرر، والتشهير بالمناضلات والمناضلين ونعتهم بالانتهازيين أمر غير أخلاقي وغير مبرر، والقيام شو نقول لكم بلقاءات إعلامية قبل انتخابات، و يعني القذف جزء من الحزب وفي المناضلين والمناضلات قبل الانتخابات يعتبروا جريمة أخلاقية تجاه المناضلين والمناضلات ديال الحزب. هذا الأمر مردود عليه، واش نقول لك، من لم يشارك المناضلين والمناضلات في معاركهم ومن لم يشارك مع الحزب في معركته وفي معاركه عليه أن يراجع نفسه جيدا، وأن يجالس نفسه، وأن يراجع مستوى الأخلاق التي يتحلفها. أخلاق الانتماء أكبر من أن يدعي البعض على أنه مقصي، لأنه هذه غير حالة نفسية تشعر بها الإنسان الذي لا قدرة له ولا استطاعة له ولا إرادة له أن يكون مناضلا بين إخوانه وأخواته. أولا إلى تبعتوا المسار ديال الفريق قبل ما يصدر الفريق سمعتوا كاين البرلمانيون في كل الجهات صدروا بيانات متفرقة، يعني أنهم صدروا بيانات في كل جهة على حدة بأنهم تيطلبوا من دريس الصقل الترشح للكتابة الأولى. بعد ذلك تطرح مشروع ورقة البرلمانيين والفريق البرلماني ككل، واللي تناقشات داخل على بعد بطبيعه الحال، واللي صدر بان البلاغ تيطلب من الاخ بن تشكر انه يتراجع على 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 القرار عدم الترشح ويمشي للمؤتمر، لان المؤتمر هو سيد قراره. المؤتمر كتنتظر جوج الاشياء، اولا يصدق على المقرر التنظيمي بانه تيقبل التعديلات، ثم المساله الثانيه الى الاخ دريس الشقر الترشح غادي يكونوا معاه اكيد مرشحين اخرين، المؤتمر سيصوت للمرشح الاصلح، لان ما كنظنش تفرض على شي جهه انك تقول للناس، كيقول لك الناس هل اصلح لي، وتقول لهم لا هذا هو الاصلح لكم، مؤتمر سيد قراري. اولا ما كنظنش كاينه دابا اللي كيتحدثوا خروقات بحالاش. مثلا التعيين ديال المؤتمرين اللي قالوا لا ماشي هي اللي مزيان، لان شنو اللي دار هو اللي شرح اليوم في الندوه الصحفيه مزيان، شنو المقرر التنظيمي اهم شيء جا فيه؟ ضاف ناس بالصفه، قال البرلمانيين غيكونوا مؤتمرين بالصفه، قال رؤساء الجماعات ديال الحزب غيكونوا مؤتمرين بالصفه في لحظه معينه اللي ناس كيقولوا ما تيعجبهمش هذه العمليه. واخا واحد السيد مشى ترشح سنتين ديال ثلاث سنوات ديال الاعداد للانتخابات حتى حصل على 20,000 صوت ولا 15,000 صوت، كيولي بالنسبه لك انت ما تيستحقش المؤتمر. اللي كيستحق المؤتمر هو شي واحد اللي جلس على براد الحزب تيكتب شي نهار في القهوه تترشق له تيجي وتيقول لك انا ولد الحزب لان انا 10 سنوات 20 سنه لان الاب ديالي مرشح. اليوم سابقا السي المرحوم السي علي قال لك الارض لمن يحرثها، الحزب لمن يخدمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.